اهلا وسهلا بكم في صبرير. سلام. قال لك عنق الزجاجه وحل فيه بوشون منفخ ما حبش يخرج. جماعي ثم بوشون واحد في عنق الزجاجه ما حبش يغادر المكان. حتى كلموا جمعيه الحمايه المدنيه قالوا لنا هذا مش من اختصاصنا نحن. جابوا خبراء في علم الاجتماع وحكاوا مع البوشون ما حبش يخرج. وعدوه بجرايه مدى الحياه مع ادراج اسمه في قائمه المعفيين من الضريبه العموميه وما حبش يخرج. يا بوشون اخرج. لا قال والله قال لهم لاني خارج من عنق الزجاجه. هاون التو تو واحد في عنق الزجاجه حتى حبوا كم جربوا وكي يخرجوه بالصوابع ما حبش. جربوا بعود الاراك جربوا بعود سبرك ولا حبه يخرج من عنق الزجاجه البوشون. حتى جابوا بريبشي هكا محترف هكا طلب عليهم الغلاء ولاو قالوا خلاه هكاك الامر على ما هو عليه. حتى قالوا نوبشي ربي هكا وتتفرقع الزجاجه على الجميع وهكا نخرجوا من عنق الزجاجه. اما كرايمنا مدقدق اما بيناتنا الامور ما هيش بين الاتحاد والحكومه يا جماعه. اي لا الامور سافا بارا بيناتنا. طبوبي قال لكم ثم ازمه ثقه بين كل المكونات ونامل الى التوصل الى حلول بخصوص الاوضاع الراهنه. قال لك جلسه المفاوضات بين الاتحاد والحكومه كما دخلوا كما خرجوا. دخلوا ضفتين خرجوا بخفي حنين. المفاوضات قال لك ما افضت الشيء لحد هذه اللحظه والصناره قال لك ما زالت ممدوده. ثم قال لك جلسات اخرى وانا اخوي انا اقول ربي يكتب الخير. حتى الطبوب يحكي مع نجلة بودن قال يا مدام نسبة الفقر زادت. قالت له ما شاء الله يا مدام. قال ما شاء الله على شني ها. قال له قلت نسبة الفقر زادت يعني الاستهلاك باش ينقص وهكا نربحوا الدوفيز. يا مدام قال الشعب جاع. قالت له ما شاء الله على شني. قالت له قلت الشعب جاع يعني باش يشري المنتوج المحلي باش يشبع وتتحرك الحركة الاقتصادية في البلاد. يا مدام قال راني باش نضرب راسي على حيط. ما شاء الله. قالت له يا مدام ما شاء الله على شنيا. قالت له كل باش تضرب راسك على حيط يعني باش تنقب الحيط يعني باش تعمل لنا نقبه كبيره نطلوا منها على غدا افضل. مش نقولوا ما شاء الله. لا قال والله نقولوا خليفتي على الله. اما الوضعيه الاجتماعيه مزمره ياسر برجوليه بصراحه. العباد ولات تفغم راه الغلاء ولا في كل شيء. يا ولادي راه ردوا بالكم راه الغلاء يسبب الخلاء وراه الغلاء يجيب البلاء. مازالوا ما تفهموش الحكومه والاتحاد قاعدين هكا يحاولوا يقربوا. ثم قال لك الدعثيرات خايبه قاعدين يدعثروا فيها. الحكومه طالبه من الاتحاد تنازلات والاتحاد طالب من الحكومه تنازلات. يا اخي ما تنازل حد. والله هذاك يقول تنازل ولا يقول تنازل انت قبل. حتى المنشور 20 هذاك قال لك من الاول تفاهموا مع الحكومه باش يلغيوه. يا اخي من بعد جبدوا بها. والاتحاد عامل ندابه هو على المنشور 20. الاتحاد قال لك يا نحن يا المنشور. يا اخي قالوا له خويا انا المنشور. اما طبوبي قال لكم لا ما تخافوش حبل الود قال لكم حبل الود لم ينقطع راهو ما تخافوش. طبوبي قال لكم حبل الود هاو عندي حبل الود ما تلغيوش المنشور 20 نسيب بكم الحبل في الود. قال ما هو اللي يعطيك حبل كتفوا به. وهو الاتحاد يحب على السياسه والسياسه تحب على الاتحاد. غير جاي حاشمين شويه من كلام العباد. ما هو كي تتزوج السلطه بالاتحاد حتى كان حاد هكا تقول له راعي مشاعر الاولاد لا سيما ان شركاء في سياسه البلاد. اما كل اتحاد تخرجوا من الطرح اكيد باش يعمل لك تريح يا تشركوا يا يحطك في الشراك ويخرج الجانب النقابي ويعمل لك نقبه في السماء باش يقول لك راني نكزيست الى هنا. ما هو الاتحاد كي ما تمدلوش يفك وكي ما تدخلوش يخرجك وكي ما تفرجوش يفرجك. هذاك علاش كان ثم حوار وطني من غير اتحاد لا غير جيب الواد وانا هني صابر وبرا.